السلام عليكم. كيف ما تعودتم معايا دائما كنحاول نشارك معكم شي حاجه اللي تقدروا تستافدوا منها في هذا الفيديو هذا، يعني مختلف على الفيديوهات اللي كندير دائما. هذا الفيديو ديال اش غنسميوه، المهم تيقولوا له هنا مونو باتينو، راه معروفه هنا يعني ديك البروتينات اللي كتكون ديال الضوء. هذه ديال الدري صاحبي جابها لي، قال لي راه غسلتها في لافاج وهي تسكت ما بقاتش خدامه، فاحتمال كبير ان فاش غسلها غيكون داز ليها الماء، داكشي علاش ما بقاتش خدامه. يعني دابا قبل اي حاجه غادي نفتح البلاصه ديال الباتري، هي الاولى نفتح البلاصه ديال الباتري باش نشوف الباتري مثلا واش مشارجي، واش كاين شي كود سيركوي، واش كاين، يعني ما يمكنش من الديبار غادي تبدا تفتح شي حاجه اخرى. اول حاجه خاص تسبق هي هاد البارتي اللي كاين فيها الباتري، تحيدها باش تاكد تشوف يعني الباتري واش خدام على الاقل. عاد تشوف مثلا الخيوطه واش كاين فيهم داك الكالكير، الا كان فيهم كالكير خاصهم يتمسحوا. المهم دابا غادي نجرب نفتحها، نشارك معكم يعني الطريقه كيفاش كتفتح. فالطريقه هي بسيطه وبسيطه جدا كيف ما غادي تشوفوا معايا. كيكونوا عندها فيسات هنايا، هذه هي البلاصه ديال الفيسات، كيتفتحوا هنايا باش كتلقى البلاصه اللي كاين فيها الباتري. المهم نتمنى هذا الفيديو هذا يكون مفيد لكم. المهم دابا كيف ما شفتوا معايا فكيت كاع الفيسات هنايا، واخا صراحه لقيت معاهم صعوبه لان هنايا كيتقاسوا مع الارض، فولا صعيب باش يتشدوا يعني بالطورنفيس. كتحاول معاهم تدريجيا في حاله الى مثلا ما قدروش يتشدوا لك بالطورنفيس يعني بالكراناج، تقدر تشدهم بالبانس. المهم دابا غادي نفتحوا هذا البارتي كيف ما تشوفوا، يعني شوفوا لاماس شنو داير هنايا، هي شاعله هاد البوله هادي اصلا كيف ما غادي تشوفوا. فهاد الحاله هادي غادي خاصني نصل نشوف واش كاين الماء هنا، كاين لاماس كتسمع في الضو كيضرب. ها هو الماء باقي هنايا، بلاصه باقا سارده، الماء باقي، ها هو الماء ما غيبانش في الكاميرا ولكن هي البلاصه هادي كامله سارده. من دابا غادي نفتح هادي، غادي نصلها نحيدها ونشفها باش نشوف شنو غادي يكون. كاينين هنا جوج ديال الفيسات، حتى الباتري كيعطي واحد الضوء ازرق هنا، ما كنظنش غيبان في الكاميرا، كاين واحد الضوء هنا كيزرق كيضرب، هذا معناه انه كاين كود سيركوي. دابا غادي نوصلوا هاد الفيتشات هادو كيف ما كتسمعوا، ما عرفتش واش غتسمع في الفيديو، كتسمعوا يعني كتسمعوا واحد السيركوي. كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا فكينا كاع هاد الفيسات هادو كاملين باش نقدروا نشفوا داكشي باش تقدر تخدم المونوباتينو ديالنا ان شاء الله. دابا غادي نفتحوا، خاصنا هاد السوارت هادو يعني اغلبيه كيطيحوا في هذا المشكل هذا، علاش؟ لان صراحه واخا هاد المونوباتينو دايرين راه ما دايريناش يعني ضد الماء، يعني راه فيها بزاف ديال البلايص كيسربوا الماء يدوزوا. الا مثلا انت بغيتي تحميها تقدر مثلا في هاد البلاصه هادي تقدر تسدها بالسيليكون، هاد البارتي هادي اللي مهبطه الخيوطه تحاول تسدها بالسيليكون لدرجه انها ما تبقاش تدوز الماء كليا، وهاد البلاصه هادي حتى هي دير لها السيليكون، لان مع المده اللي كنتي غادي والشتا كتصب هاد الرويده كتهز الماء كتلوحوا لهاد البارتي، هاد البارتي كتبقى تدوز هي والبلاصه يعني ديال الكيدون من الفوق، كاينين واحد التقابي منين خارجين الكابليات هادو هما اللي تيدوزوا الماء تيهبطوه لهاد البلاصه هادي. المهم نتمنى الفكره تكون واضحه. هادي هي التشينترالينا ديالنا كيف ما غادي تشوفوا معايا، غادي نحاولوا نشفوها، نشفوا البلايص ديال الخيوطه، يعني دايرين في هذيك الماده المبرده صراحه مخدومه، يعني فيت سابق ليا وفكيت واحد المونوباتينو شكل اخر ماشي بحال هذه، هذه ماركه شاومي صراحه مخدومه مقارنه بهذيك الاولى اللي كنت فكيت. دابا غادي نجرب هذا الباتري هذا واش باقي فيه الضوء، واش مازال مشارجي، واخا كيبان راه مشارجي. كيف ما شفتوا معايا فيه 39 فولت، يعني الباتري ديالنا مشارجي. اوكي الباتري عندنا مزيان ما فيه حتى مشكل. دابا بقى لي نشف كلشي، البلاصه اللي عندي فيها الخدمه هي هذه، غادي نحاول نشفها مزيان نشوف كيفاش كتفتح. من تو ذكر نحاول نشوف كيفاش كتفتح،
دابا غنحاول يعني ندير السوشوار على اعلى يعني ليفيلو ديالو، اعلى مستوى، باش ننشف كاع هاد البلايص هادو الخيوطه. هادي دابا سخنتها مزيان، دابا بقى لي ندوز لهاد البارتيات هادو، هادو كاع نقايا. غالبية الماء يعني كيبقى في هاد الخيوطة هادو بالضبط، لأن هادو هما اللي هابطين مع القيدون، هادو هما اللي مهبطين الماء، الماء هبط مع هاد الخيوطة هادو بالضبط. ولو أنهم دايرين واحد المادة هنايا بحال الشكل ديال الفرشي، معمرينها بحال هاديك اللي كتكون يعني كترش وكتنفخ، دايرينها هنا في هاد البلاصة هادي، ولكن هادي وحدة ما كافياش، يعني يستحسن أنك تزيد السيليكون في هاد البلاصة هادي إلا بغيتي تحمي المونوباتينو ديالك. دابا غنحاول نشف هاد الخيوط هادو كاملين، وغادي نجرب ونتمناو من الله التيسير. المهم دابا سخنت هاد البلاصة هادي كاملة، ولكن بان ليا حتى الباتري تحتو كاين الماء، غادي نحيد حتى الباتري، غادي نحيدو. هاد البلاصه هادي اللي دايز منها الكابلي ديال الفران، اللي دايز هنا ودايز هنايا، كتبان لي هاد البلاصه هادي باقا كتهبط الماء، اذا الماء كاين يعني داخل حتى هاد البلاصه هادي داخل ليها. غادي نحاول نحيد الباتري باش ننشف كاع البلايص. كيف ما شفتوا معايا حيدت الباتري غير باش ننشف الماء، الماء هو راه كيبان، هو كاين هنا تحتو شويه الماء. هاهويا غنشف هاد البلاصه هادي حتى هي مزيان. المهم دابا غادي نفتح حتى هاد البلاصه هادي هنا فين كتحكم، فين عندها يعني الشاشه هنايا، فيها البطونه ديال التشغال كلشي. هاد البلايص كاع يعني يستحسن انك تنشفهم. كيف ما شفتوا معايا يعني يستحسن ان هاد البلايص حتى هما يتنشفوا. غادي نفتحهم حتى هما كيف ما غتشوفوا معايا هنا فين بغيت نوصل، غير باش نتاكد ان هاد البلايص هادو حتى هما يعني ناشفين، ما فيهم لا مال حتى شي حاجه. مبدئيا هاد البلاصه كامله كتبان ناشفه، ما فيها لا مت لا حتى شي حاجه، ومع ذلك غندير لها واحد التنشيفه على السريع. المهم دابا كيف ما شفتوا معايا يعني ساليت تنشاف، ساليت كلشي، دابا بقى لي نجمع ونجرب ونتمناو من الله التيسير، نتمناو ان شاء الله تخدم. المهم دابا غادي نركب تشينترالينا، رديت البلاصه ديال التشعال، دابا غادي نركب ونجرب قبل ما نجمع كلشي، نتمناو من الله التيسير بسم الله. غادي نخلي كلشي نركبو غير من برا، غادي نشوف هنا كما تشوف معايا. ها هي يا حتى الباتري، ها هو يا شارجي. كيف ما شفتوا معايا يعني دابا خدامه، غادي نحاول نجرب، خاص ضروري الرويده حتى الدور عاده تقدر تخدم. كيما شفتوا معايا المهم كيف ما شفتوا معايا يعني البونوباتينو ديالنا الحمد لله تصلحات. يعني باش نتاكد ان كل شيء مزيان خرجت يعني ندير بها دويره ضروري،
يعني باش غادي نعطيها للدري صاحبي خاصني نعطيها ليه نكون يعني مأكد منها 100% خدامه، يعني خاصني ندير واحد التجربه اللي تكون شخصيه كيف ما كنقولوا. الحمد لله خدامه مزيان، حتى السرعه ديالها مخيره، كل شيء فيها صدق مخير. صراحه ما كنصحش بهذه القضيه اللي دار، هو هذا الخطا اللي دار ديال انه غسلها بالماء، يعني حاولوا تفادوه لان الماء صراحه كيخرج عليهم. دابا كنجرب فيها كيف ما كتشوفوا، الحمد لله خدامه مزيانه، والمهم هذه النتيجه كيف ما شفتوا معايا. وكيف دائما كنشكركم على المشاهدة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.